بطا حسن جمعاوي وموثق مدينة سلا، موثق ديال الصور القديمة والأحداث اللي تتمر بمدينة سلا. تحت لي الفرصة اليوم وتنشكر جمعية بورغراك اللي تحت لي هذه الفرصة باش نشارك بواحد المعرض حول الصورة الصور النادرة ديال مدينة سلا. المشاركة ديالي نزيد سعيد بها اللي تحت ليا باش نشارك في هذا المهرجان ديال المقامات في دورته 11. بالنسبة للمعرض، المعرض درتو بعض المواقع التاريخية ديال مدينة سلا كباب المريصة، باب درب الصنعاء، باب بوحاجة، سيدي بن عاشر، السوق الكبير بصور نادرة جدا بحال باب فاس. هذا باب فاس اللي توا عندي صور مني كان فيه باقي سوق الخميس باش تسمى عليه باب الخميس. وكاين صور ديال بعد العرسات والدناعورات اللي كانوا بكري ديال الماء، وكاين بعض الصور ديال مواقع تبريكت بحال ديبو، بحال باب سبته، بحال بعض مواقع الاسوار ديال المدينه. المهم الزياره ديالكم خصها تكون باش تعرفوا شنو كاين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.